إلى آخر لحظة، ومنها نقرأ 500 مليون يوان منحة صينية وإعفاء 160 مليون يوان من الديون. قال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ إن بلاده تنظر لعلاقاتها مع السودان كعلاقة استراتيجية مرغوب فيها من الجانب الصيني، مهما كانت الظروف التي تواجه البلدين ومهما كانت التحديات التي تواجه علاقاتهما. وقال إن السودان ما يزال يتمتع بإمكانيات كبيرة من ثروة النفط والغاز. واختتمت بالقصر الجمهوري مساء أمس أعمال اللجنة المشتركة ومباحثات رسمية بين رئيس الوزراء بكر حسن صالح ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ غاولي، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك. وكشف وزير الخارجية إبراهيم غندور في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزير الخارجية الصيني عن منحة صينية مقدارها 500 مليون يوان وإعفاء لديون بمقدارها بمقدار 160 مليون يوان وإنشاء مسلخ مركزي غربي أم درمان بكلفة 450 مليون يوان صيني. مكاشفة، رغم العلاقات التاريخية بين السودان والصين، لماذا التبادل التجاري بين السودان والصين ربما يصفه كثير من المراقبين الاقتصاديين والمحللين بأنهم دون مستوى هذه العلاقات؟ نعم صحيح، هذه معلومة صحيحة، وده يعود للفتور الذي يعني حدث في العلاقات بين السودان والصين بعد الانفصال، بعد عام 2011 بالتحديد. يعني هي الصين طبعا كانت أكبر مستثمر في مجال البترول، نعم، ويعني يعني كانت تقريبا قرابة 50% من الاستثمارات في البترول كانت من الجانب الصيني، وهي كانت تستورد ربما أكثر من 60% من البترول السوداني أيضا. والمسألة برضو أيضا لها علاقة بالديون، ديون الشركات على الحكومة السودانية، لأن كانت المعاملة تتم تحت شعار النفط مقابل الديون يعني. وبعد يعني ذهاب أكثر من 80% من النفط إلى جنوب السودان بعد الانفصال، أصبحت هذه مشكلة كبيرة جدا، كيفية سداد ديون الشركات الصينية على السودان ولعوامل أخرى أيضا. وصلت يعني هذه الديون تجاوزت 4 مليارات. نعم دولار. نعم صحيح صحيح. ولكن يبدو أنه في هذا الحراك الأخير يعني يتجه الجانبان إلى تعظيم يعني دور التبادل التجاري بينهما، ويعني التعاون في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية. المكاشف في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأزمة النقد الأجنبي، كما أسلفت أن السودان فقد 75% من عائداته من النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان، وقفزت الديون على حاجز 4 مليارات دولار، كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة وهي وقفت لنا عدد من مشروعات التمويل الصيني لعدد من المشاريع بسبب ارتفاع الديون، سواء كانت الديون الحكومية أو الشركات الصينية على الحكومة السودانية؟ نعم، هذه مشكلة كبيرة، وقد وعدت الصين أيضا، هي أعفت جزء من ديونها على السودان، وهو جزء يعني بحساب الدولار، يعني مبلغ بسيط يعني، وحتى المنحة يعني بحساب الدولار أيضا مبلغ بسيط يعني مش كبير. ولكن هي وعدت أيضا بأنها يعني ستسعى حثيثا في مسألة يعني معالجة ديون السودان. فالديون تبقى واحدة من أكبر المعضلات المعيقة للنمو الاقتصادي ولتحسن الأداء الاقتصادي الكلي في السودان يعني. فأعتقد أنه يعني محاولة حلحلة موضوع ديون السودان، والحكومة تبذل مساعي كبيرة جدا في كل لقاءات الخارجية يعني حول هذا الملف يعني لتتمكن من إعفاء ديونها، يعني بما يمكننا من تجاوز كثير جدا من المشاكل الاقتصادية.